السلام عليكم، معكم دكتور هشام سباعي، أستاذ في جراحة الأطفال. الموضوع اللي نتكلم عليه اليوم هو موضوع هيبوسبادياس، اللي هو واحد المرض كيصيب الأطفال خاصة الذكور، اللي كيكون فيه الفتحة ديال التبول ماشي في المحل ديالها، فقط ما تكون في الرأس ديال القلم ديال الطفل، كتكون في التحت ديال القلم ديال الطفل. كيفاش كنعرفوا بأن الطفل عنده مشكل ديال هيبوسبادياس؟ اولا في التقليبه ديال الطفل كنلقاو بان ديك العوينه ما كايناش في المحل ديالها، ولكن ما كيكونش غير هذاك العوينه اللي الفتحه اللي ماشي في محلها، كيكونوا مشاكل اخرى. تيكون عوجاج في ذاك القلم، داك يعني ذاك القلم ما كيكونش مقاد، كيكون مقوس، وكل ما كانت هذيك الفتحه لتحت كل ما كيكون ذاك القلم مقوس بزاف عاد. هذيك الفتحه كيمكن لها تكون قريبه الفتحه الطبيعيه، وفي بعض الحالات كتكون بعيده، يعني حتى كتوصل ما بين الخيسيه، فوسط الخيسيه ولا مور الخيسيه. حتى بعض المرات ملي كتشوفوا الطفل يلاه تزاد ما كنعرفوش واش هو ذكر واش وليد ولا بنيته. هادو في الحالات الصعبه اللي صعيبه. المشكل الاخر اللي كيكون دائما مع هاد الاطفال في 90% هو انه الجلده ديال الختانه ديالهم ما كتكونش كامله. الناس كيحسبهم بانه تزاد مختن، هو في الحقيقه ماشي تزاد مختن، غير هذيك جلده الختانه كاينه غير في الظهر ديال الحجر، ما كاملاش كلها في يعني دايره في، ولكن 10% ديال الاطفال كيمكن يكون عندهم ديك جلده الختانه كتبان طبيعيه من على برا، والداخل عندهم هذا المشكل ديال هيبوسبادياس. هذاك الشيء علاش قبل ما يكون الختان ديال الطفل لا بدا ما يكون واحد التقليبه من عند الطبيب اللي كيعرف واش عنده هيبوسبادياس ولا ما عندوش هيبوسبادياس. المرض ديال هيبوسبادياس ماشي شي حاجه اللي قليله، هو كثير وغادي وكيتكاثر مع الوقت. في كل 1000 ديال الطفل الولد اللي كيتزاد كاين 8 اللي عندهم هيبوسبادياس، وفي ال 15 عام الاخيره لاحظنا كاين واحد الزياده كثيره في النسبه ديال هذا المرض. الاسباب اللي كتخلي انه الدري يكون عنده هيبوسبادياس كاينه بزاف الاسباب، كيمكن تكون الجينات، يعني شي مشكل في الجينات، كاين المشكل في الهرمونات بعض المرات، يعني ان البويضه ما كديرش الهرمونات مزيان ولا مشكل اخر، وكاين بعض الحالات اللي ما كيكونش لا مشكل في الهرمونات لا مشكل في الجينات، وكنشكو وكدابا الان كاين واحد تقريبا ثبوته انه التلوث البيئي خاصه دوك لي بيستيسيد اللي كيكونوا يعني في الخضار وفي الفواكه، الا ما تغسلوش مزيان كيمكن يعطيو هاد الامراض عند ملي كتكون المراه حامله وكتاخذ بلا ما تاخذ هاد الوقايه. اذا الماكله تكون مغسوله، تكون نقيه، وتكون بيولوجيك اذا كانت من الافضل. المشكل ديال هيبوسبادياس ما يقدرش الطفل يعيش بهذا المشكل هذا بلا ما يتصلح. علاش؟ لانه الفتحه ديال البول ما كايناش في المحل ديالها، اذا ما غاديش يمكن له يتبول بطريقه طبيعيه، غادي خصو يجلس باش يدير البول ديالو، وخاصه مع داك التقوس ديال الحجر لابد ما يكون الاصلاح ديالو باش يمكن يكون عنده علاقات جنسيه طبيعيه. دونك الا ما تصلحش المشكل ديال هيبوسبادياس ما غاديش الوليد يتبول طبيعي، وملي يكبر ما غاديش يمكن له يتبول طبيعي، وما يمكنلوش يكون عنده علاقه جنسيه طبيعيه. الاصلاح ديال هذا المشكل لابد خصو يكون هو اصلاح جراحي. الملادي ديال هيبوسبادياس خصها يكون التشخيص ديالها مباشره بعد الزياده. التشخيص كيدار غير بالفحص السريري، يعني بالتقليبه ديال الوليد. كل طفل تزاد خصو يتقلب من عند الطبيب، من الافضل يكون طبيب الاطفال اللي غادي يعرف واش كاين هذا المشكل ولا ما كاينش. الا عرف كاين هذا المشكل ديال هيبوسبادياس هو كيرسلو لجراح الاطفال اللي غادي يتكلف بعلاج ديال هذا المشكل هذا. علاش مهم يكون تشخيص في زياده؟ لانه بعض المرات هذا هيبوسبادياس كيقدر يخبع مشاكل اخرى اللي هي اكثر. كيمكن بعض المرات يكون الجنس ماشي ذكر، يكون هي بنت، ولكن عندها ذاك القضيب كبير لسبب امراض اخرى في الهرمونات، واللي بعض المرات كيقدر تسبب يعني مشاكل خطيره للطفل. ذاك البيبي يقدر في 15 يوم ولا في شهر يمكن ينشف من الماء بسبب مشكل في الهرمونات. اذا التشخيص خصو يكون مباشره من بعد الزياده. العلاج الوحيد ديال هيبوسبادياس هو الجراحه. هذه الجراحه كنقوموا بها ابتداء من السن ديال عام. الجراحه كتختلف على حساب واش هذيك العوينه قريبه ولا بعيده، واش كاين عوجاج غير شويه ولا كثير، واش الحجر صغير ولا كبير. بعض المرات كنحتاجوا نصبقوا واحد الهرمونات، شي شوكات اللي كنعطيهم للطفل باش الحجر يكبر شويه قبل ما نقوموا بالعمليه، لانه كيكون النتيجه افضل. بعض المرات ما كنحتاجوهمش، يعني الطبيب هو اللي كيعرف واش خصو ولا ما خصوش. على حساب النوعيه ديال هيبوسبادياس، كيمكن العمليه تكون
في وحده ولا في جوج العمليات، وبحالات صعيبه يمكن تكون حتى ثلاثه اربعه او ميم خمسه العمليات. المهم انه العمليه شنو كنقوموا بها؟ اولا داك العويجاج كيخص الحجر يوقف مزيان. ثانيا تيخص تصاوب له دوك القناه ديال التبول. شنو كنستعملوا في نصوب القناه؟ كنستعملوا ديك الجليده الختانه اللي كاينه في الظهر اللي ما كاملاش. هذاك الشيء علاش مهم انه ما دار الختانه لاي طفل حتى نتاكدوا بان واش عنده، الا ما عندوش ليبوسبادياس، الا عنده ليبوسبادياس ما خاصش دار له الختانه، خصنا نحافظوا على ديك الجليده حتى نقوموا بالعمليه، لان غادي نحتاجوا في ديك الجليده في العمليه. العمليه لابد ما يكون واحد التتبع ديالها، لانه القلم ديال الطفل مور العمليه كيتبدل مع السن كيكبر، خصنا نشوفوا واش هذاك النتيجه كتبقى مستقره وكتتبع داك التطور ديال الطفل. والتتبع ديال النتيجه ديال هذه العمليه خصها تكون حتى مورا البلوغ، لانه لابد ما نشوفوا يعني التبول ديالو ونشوفوا الخصوبه ديالو واش واش يمكن له يكون عنده علاقه جنسيه طبيعيه ملي يكبر ملي يكون يعني كبير. في ختام هذا الموضوع، النصائح اللي يمكن ناكد عليها هي اولا الطفل اللي عنده ليبوسبادياس كيخص التشخيص يكون مور زياده، يعني كل طفل خصو يتقلب مور زياده من عند طبيب الاطفال باش نعرفوا واش عنده ولا ما عندوش ليبوسبادياس، واش كاين شي مشاكل مخبعه مور هذا ليبوسبادياس. النصيحه الثانيه، الا عرفنا عنده ليبوسبادياس ما يتختنش حتى نقوموا بالعمليه الكامله، وفي ذاك الوقت كيكون مختن. النصيحه الثالثه، يعني ماشي غير تكون عمليه وغنطلقوا هذا الوليد، خصو التتبع حتى يكبر حتى يبلغ وحتى مور البلوغ باش كيكون واحد التتبع مع طبيب ديال الكبار. وشكرا على تتبعكم.